الصوره. الزاجة علاش مدارت؟ ما داروش هكا. الزاجة عندها كما نقول لك فائدتين. الاولى تشوف منها الشعله هي زرقاء ولا ما، لو كان ما جات جات مبلعه. شوف لو كان جات هذه مبلعه ما تشوفش الشعله كره هذه، ما تشوفوش هذاك. بصح دروك هنا تشوف بلي راها زرقاء، راه البوال تاعك نشا. تشوف حمار طلع لنا الحموريه ولا الصفوريه، حبس تما اقطع، راه كاين ريسك. التيو هذا لازم واحد يدخل في واحد وما يدخلش لهنا، لازم تحط لهنا ماري في مال. يدخل لهنا ودي له هذا الشريط شوف هنا والفوق. روح شوف الريسك وين الغاز يخرج. شوف شوف هنا وين تلاقى القرايه هذا. شوف شوف ما هاش مطابق المواصفات يعني الاجراءات العمليه، واللي ما جاش ديال الشيبس اللي بيكون فوقاني داخل في التحتاني. شوف هنا العكس، شوف العكس هنا كاين. في الفائده الثانيه هذه الزاجه قلنا تشوف بها الزاجه، لو كان ما كانش الزاجه مهرسه الحجره تاعك تكون راكبه في الليل ودار كوفيرتا الراكب يدخل ميت. ولدك يجبد ولا الدار تجبد كوفيرتا تدي الهواء. الهواء بالتالي شنو يدير؟ يطفي لك الشعله هذه وشا من تطفى الشعله شقه فيصرف تاع غاز وين يصبح الانسان مختنق. شفت المشكل وين راه؟ هذا البوال والبوال ذاك راه في خطر هنايا خوتي يا اخوان يا مشايخنا. والله الا راه خاطر كما نقولوا محدقنا ها وين نشوف. ما كانش هنا ماش مغطيها بالجبس، راك شفتي كيفاش راه داخل. وشوف هنا الا ما هاش راك شوف ماشي نورمال جاز، راك شوف الشعله كيفاش دخلت النوع تاع الحموله. صح لو كان في الدار نقول لك حبسه تما. شوف هذا هذا